نعم، ذكر في بعض كتب الفقه أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، فهل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى المسعى إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحجة الوداع، وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران حج والعمرة، لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفردا، وقسم لبوا بالعمرة. وكان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد لبى بالحج والعمرة جميعا قارنا، لأنه قد ساق الهدي. فأمره صلى الله عليه وسلم لما قدموا من مكة أمره يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقصروا وسمعوا وأطاعوا وحلوا. هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل حتى يترقى حتى يستريح لا يتكلف. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ولا أخفى ما في هذا من الخير العظيم، لأن المحرم إذا بقي من أول الحجة أو من نصف القعدة هو محرم لا يطيب ولا 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 يشق على ذلك، فينبغي قبول هذه الرخصة وحمد الله عليها سبحانه وتعالى. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بعد ذلك بالحج. نعم.